ودي من هنا يا ودي يا صاص. لا ده انا كده فخوره بيك. وعلى راي اللي قالها البنت اللي ما فيهوش صايع حق ضايع. قول يا واد وسمع خالتك احلى كلام. انت حياتي انا صايع يا ايه الخبط والرزع ده؟ البيت لسه متنكز. انتوا ايه؟ ايه يا اختي؟ ايه يا حبيبتي؟ اطمني الواد علي مش جوه. طب لا عزيزه، طب والله العظيم لك وحش. عامله ايه؟ يا حبيبتي خير؟ جاي بقى تطمني عليه؟ خايفه يكون تعبان ولا ايه؟ ولا ما جاش المدرسه؟ ما هو ما بيجيش على طول غايب، بس انا هفضل وراه. بس بقول لك ايه، اعترفي اعترفي ان انا بتعلم من اخطائي، ما بقتش باجي لوحدي خلاص. المره اللي فاتت كان معايا طارق، والمره دي معايا الواد صاص. سلم على خالتك يا اخويا، سلم على الابله عزيزه دي، معرفه اقسام ومحاضر وليله غابره كده. صاصه ابن اختي، طالب في كليه التربيه الرياضيه. عقبال ما تشوفي ولادك وولاد حبايبك كلهم. اهلا يا اخويا اهلا. الواد علي فين كده على الصبح؟ في انهي داهيه؟ الواد مش بايت هنا يا حبيبتي، الظاهر خايف انه يرجع عشان عارف ان انا مستنياه. اصل انا مستحلفه له. ومستحلفه له ليه بقى؟ اقول لك انا ليه؟ طلع هنا كده ببت حلوه كده وغندوره وبيضه وشعرها سايح ونايح وفيها مني صح؟ الكدب خيبه يا حبيبتي. الوليه ام وليد بتاعته الخضار قالت ان في بنت منقبه نزلت من عنده بالليل واستنته هناك على اخر الشارع. هو بقى راح لها وخدها وراه على المكنه. تبقى هي. مش قلت لك البت فرحه قطعت دراعي من هنا؟ اما كانت هي وماشيه في نفس السكه الزفت بتاعت البت راندا. ماشي يا علي، اقسم بالله لك ده انت لو في كوكب بلوتو هجيبك برضو هجيبك. طب اقول لك يا خالتي، استاذن انا عشان ده في بلوتو مشوار فاهمه، وعندي مصلحه كده لو قضيت هركب اول موجه في سكه الاموال. سلام. واد يا صاص. قالوا هات بقى. واد، انا غلطانه، انا غلطانه اني اعتمدت على عيل زفت زي ادي الخلفه. انت تهنينا اللي عايزه تخلف يا اخي. انت مش بتقول انه ابن اختك؟ ايوه ابن اختي، بس انا اللي مربياه. ما انت شايفه التربيه بقى، خالته على اول ناصي. اعمل ايه دلوقتي؟ هو طارق، هو ما فيش غير طارق. هو اللي بيلحقني في كل المواقف. مش طارق ده اللي جالك الاسم لافح لك المحامي في دراعه؟ ايوه يا اختي هو، دي كيف افتكرتيه. بس اصله مختفي من امبارح بالليل، وانا بيني وبينك ما تقلتش عليه علشان كنت عايزه اخد البت رندا للدكتوره. اهو بيرن اهو، يا رب يرد على وشك. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.